السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ فاغ الشيخ شيخ notre votre opponent il va nous lire un petit verset de Coran inshallah pour voir ce qu'ils ont appris un peu. Nom qui? Omar. Omar Faruk. Ismo Omar al Faruk. Sahaba. Aywa. Isha bismillah ikra. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. وكنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم السلام عليكم. Je remercie beaucoup à notre enfant, surtout toutes les personnes qui ont participé. Vous voyez tous les investissements que vous avez faits. Je remercie encore une fois. Je ne sais pas, les mots se font des nœuds dans ma gorge. Donc je suis très aimé, très touché. Je remercie beaucoup. Jazakallah khairan.